يا هلا ومرحبا، ركز معاي بهذا الفيديو. وقت النوم، حطيت راسك ونمت، قمت انحسرت رحت الحمام مرة جيد عادي، ولكن مرة مرتين ثلاث أربع لا، أنت هني بمشكلة. هذه دلالة على شنو؟ دلالة على أن أنت داش بأمراض السكر. انتبه زين، ايش علاقة التبول بأمراض السكر؟ ركز معاي. شوف الحين احنا كلينا سكر، أوكي، كليت أم كليت سكر، ما يرتفع الانسولين اللي موجود الله حاطه بالبنكرياس، يصعد ياخذ السكر، هذا وظيفته، ياخذ السكر يقطهم بالخلايا الدهنيه. كثره السكريات البنكرياس ما يقدر يفرز كميه هائله من الانسولين، فشو راح يصير؟ راح يصير سكر بالدم، والسكر راح يندمج مع الماء يروحون يطرحون على نفرونات الكلتين. فهذه دلاله، عندنا وايد دلائل، عندنا تصبغات، تصبغات اللي هني باماكن الحساسه، ولكن العلامه الواضحه انك انت اكثر من مرتين ثلاث، يعني قول اكثر من ثلاث مرات داش بالرابعه والخامسه، لا انتبه انتبه انتبه. واذا كنت تحس بهالامور هذه على طول وقف سكريات، وقف معجنات، وافضل شيء طبعا تحول على كيتو. من افضل الاشياء اللي يحبها البنكرياس عشان يقوى يحتاج الزنك وفيتامين د، ركز على هذول الاثنين. والزنك معدن جدا قوي، يعني يحتاج حمض معده قوي، يعني اذا فيك حارج ارتجاع الزنك ما راح ينهضم. ايش راح تسوي؟ ملعقه من خل التفاح العضوي على كوب ماء تشربها قبل الوجبه، يعني بدقيقه دقيقتين بعدها تاكل. واضح؟ انتبه من هذه العلامه، ترى الموضوع ما في قشمره.